عندي هواي كراشات صراحة بالسوشيال ميديا بس صغار. أني سكيب ليش جوجي؟ هواي أشياء أنا محرومة من الحب، محرومة. يلا شباب من ورا. وردة؟ إيه؟ هم محرومة من الورد. لا عايشة أنطيها الشخص. لا من أنطي ورد؟ ما أقدر أنطي نفسي. راح تمشي. لا أنطي شخص. في الشحطة جت الشحطة. من أنطيش ما أدري. ما أعرف الوردة لمن تنطيها؟ شنو منو اللي يستحق بحياتك تنطي وردة؟ حسب أنا برج الأسد، برج الأسد يحب الهدايا والدلال، ما يهدي أحد. ها. يهدي الحب، الشخصية، المكانة، التقدير، بس ما نهدي ورد. لا ورد المن تهديه كرامتي ما تسمح لي. يعني اوكي اعتبري موضوع افتراضي. والله ما اعرف منو انطي ورد. يعني ورده ما تنطيها لاحد؟ ما اريد اكون انانيه بنفس الوقت. لا لا اشوف المتابعين الكل، يعني كل واحد مسوي لي فون انطي ورد بعد شنو يتدللون. تمام. اكثر شخصيه تحسين ما تقدرين تعبرين ستوريا؟ يعني أتابعه للأخير؟ صراحة أشوف ستوريات مال والدتي إذا جاية ترزني بالستوري لو لا. والله ما تقدرين تعبرينه؟ ما أقدر بالحرف الواحد أشوفها جاية ترزن بي لو دا تحكي. أنت تعرفين مرات إحنا نتابع بالسوشيال ميديا هذا ممل أوف أوف شيء بس المهم إنه حتى لا يطلع فد شيء دائرة فوق. صح صح. أنا أسويها بس أكو شخصيات لا ما أقدر لازم أشوف كل ستورياتهم. لا أنا اللي أشوف ستوري كامل صراحة والدتي بس فقط. إذا تتصور الغرفة مالتي وهي هيك مسوية لو أنا مسوي فد شيء. إيش قلت أنت صريحة بالحلقة؟ كل صريحة أنا. لا جد. شويه غشيتي بموضوع الاجور وكذا شهريه. اي يعني نقدر نقول 95% كنت صريحه. هاي الخمسه مال 4000 دولار الخمسه عفوا ال 40000 دولار هسه. اي بس شوف هسه مو دائما 40 وكاسك اوه عندها فلوس لا حلو. يعني مثلا انا عندك بيت لو ما عندك بيت؟ اي عندك السياره؟ اي عندك بزنس؟ اي خلص الف الحمد. بس هذا كله من السوشيال ميديا؟ لا لا من البزنس مالتنا نحن. البزنس اصلا مالتنا بالتجاره. ها. بالتجار الجمله بالاقمشه بالملابس. حلو حلو. فاكيد حلو. يعني فلوس السوشيال ميديا احسها مو يعني اضافه كلش عاديه. انا اصرف كلش. والقران ذاك اليوم انا طبيت للمول للفاميلي مول صرفت بال 1200 دولار بنص ساعه. بس شنو؟ اشتريت اغراض ومعدات تجهيزات مال المطبخ للاستديو مالتي اللي باربي. اه حلو. اي حلو. اي يعني مو غلط. لا أنا أوزع الفلوس على الهاي والله العظيم. صح. مو كل هذا من جيبي.